تتعب هاي ايدي ارجع لها وما نزل العلم. يبدو أن هذه الجدة اختصرت علينا الكثير لوصف ما يحدث هنا في ساحة التحرير من مواقف سيخلدها التاريخ لنساء العراق في مشاركتهن ودعمهن المتواصل منذ اليوم الأول للاحتجاجات الشعبية وفي مختلف مدن البلاد. احنا كنساء عراقيات تحركت عندنا المشاعر ان احنا صارت عندنا مسؤولية تجاه الوطن وتجاه المتظاهرين هنا محتاجين الدعم، دعم كأطباء كطبابة هنا كمفارس طبية هو يحتاجهم، وبنفس الوقت كدعم معنوي من تشاركة المرأة العراقية بساحة التحرير هنا وسط كل هذه الحشود من المتظاهرين. صار الدعم للمتظاهرين كلش حلو، يعني خصوصاً طلاب الجامعات من شاركة وطلاب المدارس أيضاً شاركة وسط التحرير، كل هذا دعم بالضبط. هذه رسالة وطنية الكل حتى يعرف أنه إحنا طلعنا على مود بلدنا، طلعنا على مود إنسان شبابنا، على مود نحقن دماء الشهداء اللي صارت، على مود ندعم دعم سواء الدعم كان معنوي أو مادي. هواي ناس ساعدت بالدعم المادي، هواي ناس وفرت كل شيء احتاجه المواطن العراقي في ساحة التحرير. المشاهدات كثيرة وليس بوسعنا إجمالها في تقرير أو حلقة، فقد سطر العراقيون ولا سيما جيل الشباب منهم أروع مشاهد التكاتف السلمي، والمفارقة هنا بأن الخوف الأسري قد كسر هذه المرة، فأصبحت العائلة العراقية هي من تشجع أبنائها للخروج إلى ساحات التظاهر وحتى الفتيات منهم. الأهل تقبلوا أنه الأطفال أو إحنا كبنات أنه مدى نتحمل هذا الوضع، أنه نحتاج دي يشوفونا أنه إحنا داخلنا غيره، مدى نقدر أنه نبقى بالبيت ونشوف الأبطال الأخوان، يعني كل الشعب طالع وأنا قاعدة بالبيت أنا يعني كبنية. بس يعني أنا جيت هنا بهدف أنه أساعد الأقدر يعني بي أساعد المتظاهرين الجرحى، يعني أنا صار لي 4 أيام أجي للمفرزة الطبية ويا خواتي صديقاتي، احنا نتجمع ونجي هنا، ويعني احنا دا ندعمهم بشكل كلش معنوي ومادي هم، وما دا نقصر بشي، وان شاء الله انه اقدر اوقف وياهم لحد ما تنتصر الثورة. اينما تلتفت تجد الكثير من القصص والحكايات التي ارتبطت برمزية هذه الساحة، فاصبحت ايقونة للاحتجاج ورفض الظلم والتطلع لمستقبل مشرق. وقد تكون هذه الأخت العظيمة نموذجاً منقطعاً نظير للصبر وحب الوطن. أكمل مسيرة أخويا اللي طلع يوم 25/10 يوم الجمعة واستشهد الظهر، وأحبين أكمل مسيرته. وأهلي كلهم طالعين هسه لحد الآن، ماكو حد بالبيت، صارنا 3 أيام ماكو حد قاعد بالبيت، كلها طالعة العائلة من أخويا استشهد. بعد أسبوع من الاحتجاجات في بغداد لا يزال العراق في مختلف مدنه يشهد تسارعاً في الأحداث مع زيادة الدعم الشعبي لمطالب الشارع المشروعة وحفاظ التظاهرات على طابعها السلمي. من بغداد محي الأنصاري، MBC عراق.